أوجه للشعب المصري بدون خالص تعازي لضحايا حادث الأليم حصل النهارده في محافظة سوهاج في مرفأ السكن، وخالص تعازي لأهالي ضحايا توفاهم الله في هذا الحادث، وكل الدعوات لتمام الشفاء للمصابين في هذا الحادث الأليم. الحقيقة هذا الحادث حدث في الساعة 12 ظهرا بالظبط في منطقة الصوامع غرب في مركز طنطا في محافظة سوهاج، ما بين حادث تصادم ما بين قطارين، واللي هو أدى إلى حالات الوفيات والمصابين وجاري حصرها حتى هذه اللحظة. الحقيقة بمجرد حدوث الحادث احنا عرفنا دي بعديها بدقائق معلومة، وفخامة الرئيس كان توجيهاته مباشرة بعد الحادث بدقائق بأن كل أجهزة الدولة تحشد كل إمكانياتها علشان تتعامل مع تداعيات هذا الحادث وتوجيه كل الرعاية الممكنة للمصابين والتعرف على أسباب الحادث اللي حصل النهارده. وخليني أقول لحضراتكم بمجرد ما حصل هذا الموضوع تم فتح غرفة الأزمات في مجلس الوزراء، وبدأنا ننسق مع كل الجهات المعنية في الدولة ونوجهها كلها عشان تتحرك فورا للتعامل مع الحادث. بمجرد ما حصل الحادث اتحركت عربيات المرفق الإسعاف لنقل المصابين، ويمكن معالي وزير الصحة لنا بالتفصيل الأرقام اللي اتحركت من عربيات ومستلزمات لرعاية هؤلاء المصابين، وطبعا أيضا نقل الجثامين المتوفين من الحادث، وتحركنا كلنا على هذا الموضوع وفتحت وتم في فورا توجيه كل المستشفيات اللي تابعة لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي من خلال جامعة سوهاج باستقبال كل الحالات وتعبئة وحجب كل الأطقم الطبية للتعامل مع هذا الحادث الأليم. الحقيقة بعدها على طول مباشرة يعني كان هناك أيضا توجيه من سيادة الرئيس بتوفير كل الرعاية الصحية ليهم، وتم بناء على توجيهات سيادته تحريك طائرة خاصة تابعة للقوات المسلحة لنقل الحالات المصابة الحرجة اللي هتستدعي تدخلات جراحية دقيقة ممكن ما تكونش متوفرة هنا وتحتاج انها تتعمل في القاهرة كلها. وبالفعل الطائرة وصلت، والنهاردة فعلا احنا بنحدد كل الحالات اللي موجودة في المستشفيات تمهيدا فعلا لانتقالها من خلال هذه الطائرة. الحقيقة تحركت انا وعدد 5 وزراء من الحقيقة الوزراء في الحكومة، يمكن معايا طبعا زي ما حضراتكم شايفين بجوار معالي وزير التعليم العالي ووزيرة الصحة وزير التنمية المحلية وزيرة التضامن، وايضا السيد وزير النقل هو حاليا في الموقع بنفسه عشان يدير ويتابع عملية ازالة طبعا الاثار المترتبة على الحادث، ويعني نشوف الوضع على الطبيعة علشان نطمئن ان احنا طبعا بقدر الامكان ازالة تبعات الحادث ونعيد مرة اخرى تسيير حركة سيارات السكة الحديد وحركة السكة الحديد في هذا المرفق المهم جدا بالنسبة لنا. الحقيقة قمت أنا ومعالي السيد الوزراء والسيد المحافظ بزيارة عدد من المستشفيات هنا في المحافظة، واطمأنينا على حالة المصابين وإن هم بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة. بالفعل اتعملت عمليات جراحية عديدة لعدد الحالات كبيرة، وكان فيها حالات كثيرة الحقيقة وقت حتى وأنا بقوم بالزيارة بالفعل هي داخل غرف العمليات وبيتعمل لها فعلا الإجراءات اللازمة، وهناك حالات أخرى يمكن كانت حالات أخف شوية وموضوعها تحت الملاحظة، فالحقيقة اطمأنينا على كل هذه الحالات. الحقيقة بعد هذه الزيارة للمستشفيات والاطمئنان على الوضع انتقلنا هنا للمحافظة واجتمعت مع السادة الوزراء وأيضا مع السيد المحافظ للحقيقة وضع التصور للتعامل مع تداعيات الحادث وآثاره على طبعا أسر الضحايا والمصابين نفسهم. ويمكن الحقيقة بناء على توجيهات فخامة الرئيس تم الاتفاق على مضاعفة أرقام التعويضات المالية اللي احنا المفروض عادة كان بتصرف في مثل هذه الحوادث، بحيث ان شاء الله يمكن كل أجهزة الدولة مجتمعة هنتكلم على 100,000 جنيه لحالة الوفاة ومن 20,000 إلى 40,000 جنيه لحالات الإصابة طبعا تبقى لحالة الإصابة. الحقيقة يمكن كان أحد أهم توجيهات سيادة الرئيس إن إحنا لابد من التحقيق الفوري في أسباب الحادث.
وسيادته وجه بتشكيل لجنة من جهات الرقابية والفنية المتخصصة، وبالفعل اللجنة دي بدأت أعملها وإحنا واقفين دلوقتي، وبالفعل هي موجودة. وأيضا فيما يتعلق بالشكل الجنائي، السيد النائب العام بنفسه وصل إلى محافظة سوهاج ومعه فريق من المكتب الفني للنيابة العامة، وبيبشر دلوقتي من الموقع